هذه حكايتي فلتسمعوا مني. حكم علي بهذين الحجرين لي أبوين، تركوني تعفنت واقتصوا مني لبعضهم البعض. هذا يدعي أنه أبي، وهذه تقول أنها أمي. لا وألف لا، أقسم بربي أني لا أنتمي لكم. كان حلمي بسيط، أب وأم وبيت يؤويني، حنان يغمرني، عطف يغذيني، قلب كقلب أي أم، احتواء كاحتواء أي أب. أم هذا حلم محرما هذا الزمان؟ لن أقول أنت أما، لن أقول أنت أبا، أنتم الاثنين ستأكلكم النيران. نيران حرقة، نيران حسرة، نيران الواحد القهار. إني صوت العذاب لكم، موتوا بحسرتكم في دنياكم، وتعالوا ليقتص ربي منكم في أخراكم. حسب ربي أنت وكيلي، هذه امرأة تركت رضيعا يبكي خوفا ألما حسرة على حال كتب له، وأب وأم لا يبالوا. تركوني هجروني وحيدا أبكي حزني مع الليالي، ويلا لهم من عذابك، لا والله لن أسامحهم ولن أكون شفيعهم يوم حسابك. تركوني جعت مرضت مت وتعفنت، لا هي حنت ولا هو رق. تركوني لسواد الليالي، تركوني باكيا على حالي، تركوني فأنت حسبي، أنت المنتقم الجبار. لن أشفع لكم يوم حسابكم، سأكون لكم بالمرصاد. لم ترحموا ضعفي، لم ترحموا دمعي، لم تكونوا حتى من الإنسان. أنتم حجرا لستم بشرا، أنتم كتلة بلا إحساسي، أنتم قدوة الكفار في الأرض، وكم من كافر قلبه قاسي. أنتم صنم، أنتم حجارة، أنتم هيكل بلا إنسان. حسب ربي، حسب ربي، لنا ميعاد يوم القصاصِ.